أخيرا خبر عاجل من رئيس الاتحاد الدولي فيفا عن محمد صلاح ومنتخب مصر بسبب السنغال. شاهد ماذا قال لوكا مودريتش عن محمد صلاح بعد مباراة الأرجنتين اليوم. السلام عليكم. لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أول تعليق من مارتينيز عن إهانة محمد صلاح له بسبب صديقه فان دايك بعد مباراة الأرجنتين. توقع الألماني جيرنوت روهر المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا تأهل البرازيل وفرنسا لنهائي كأس العالم. وقال روهر في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم المذاع عبر فضائية الحياة: المغرب من الممكن أن تحقق مفاجأة في مباراة إسبانيا اليوم، مؤكدا المنتخب المغربي لديه لاعبين مميزين وأصحاب خبرات قادرين على تقديم أداء مميز أمام إسبانيا والفوز بالمباراة. ويلتقي المنتخب المغرب مع إسبانيا في 5 مساء اليوم الثلاثاء في دور 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022. وتابع: أرفض الانتقادات لميسي ورونالدو في كأس العالم، والثنائي يقدمان مستويات مميزة. وأكمل: سبق وتلقيت عروضا من مصر وقت تدريبي لنيجيريا، وكنت أتمنى مشاهدة محمد صلاح في المونديال. أخيرا خبر عاجل من رئيس الاتحاد الدولي فيفا عن محمد صلاح ومنتخب مصر بسبب السنغال. توقع الألماني جيرنوت روهر المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا تأهل البرازيل وفرنسا لنهائي كأس العالم 2022. وقال روهر في تصريحات عبر برنامج كورة كل يوم المذاع عبر فضية الحياة: المغرب من الممكن أن تحقق مفاجأة في مباراة إسبانيا اليوم، مؤكدا المنتخب المغربي لديه لاعبين مميزين وأصحاب خبرات قادرين على تقديم أداء مميز أمام إسبانيا والفوز بالمباراة. ويلتقي المنتخب المغرب مع إسبانيا في 5 مساء اليوم الثلاثاء في دور 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022. وتابع: أرفض الانتقادات لميسي ورونالدو في كأس العالم، والثنائي يقدمان مستويات مميزة. وأكمل: سبق وتلقيت عروضا من مصر وقت تدريبي لنيجيريا، وكنت أتمنى مشاهدة محمد صلاح في المونديال. ويرى جوزيف أنطوان بيل حارس مرمى الكاميرون السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، لعب من طراز خاص ومثل ليونيل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني. وقال أنطوان بيل في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الحياة: محمد صلاح لعب من طراز خاص وأحد أفضل اللاعبين، ومثله مثل ليونيل ميسي في منتخب الأرجنتين. وأضاف: عاش لحظات خاصة جدا، ليفربول محظوظ جدا بامتلاك لاعب مثل صلاح، هذا الأمر ليس سهلا، لاعب رائع وكبير. شاهد ماذا قال لوكا مودريتش عن محمد صلاح بعد مباراة الأرجنتين اليوم. رد ضياء السيد لاعب الأهلي السابق عن المنتقدين لمحمد صلاح على عدم تهنئته للمغرب ببلوغه دور نصف النهائي من كأس العالم 2022 بقطر، ولم يوجه محمد صلاح أي تهنئة للمغرب خلال مشواره على مدار البطولة بعدما تمكن من تحقيق إنجاز تاريخي ببلوغ المربع الذهبي من كأس العالم. وتساءل ضياء السيد خلال اللقاء مع برنامج الماتش للإعلام هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد قائلا: لماذا لا ينتقدونهم عندما لا يصوتون لصلاح في تصويت البالندور؟ مضيفا: العرب في تصويت البالندور يعطونه صفرا. أول تعليق من محمد صلاح على إنجاز منتخب المغرب في مونديال قطر. قال جوزيف أنطوان بيل حارس مرمى الكاميرون السابق إن المباراة الأخيرة للأسود أمام البرازيل كانت مشرفة ومميزة جدا، مشيرا إلى أن الفوز سامبا تسبب في سعادة الجميع، ولكن الانتصار مع الخروج محبط. وأضاف بيل في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الحياة: منتخب الكاميرون لم يكن مرشحا للتأهل من مجموعته بكأس العالم، الأداء لم يكن جيدا في المباراة الأولى ولكنه اختلف أمام البرازيل، وللأمانة البرازيل لعبت مباراة بالفريق الثاني. وتابع: المنتخب المغربي قدم أداء رائعا بكل تأكيد، ولن يصل إلى نصف نهائي كأس العالم إلا إذا خاض مواجهة كبيرة، هم من أفضل المنتخبات في بطولة كأس العالم، والأهم أن تحافظ على ما وصلت إليه، وهذا ما فعله المغرب. هل سينتقل مرابط إلى نادي ليفربول بفضل محمد صلاح المصري؟ يعيش المغربي سفيان مرابط نجم خط وسط المنتخب المغربي وفريق فيورتينا الإيطالي أوقات رائعة مع أسود الأطلس في كأس العالم، وبلغ المنتخب المغربي دور نصف النهائي لمونديال كأس العالم في قطر ليضرب موعدا مع أبطال العالم منتخب فرنسا. ونقل موقع ليفربول إيكو في تصريحات لمرابط تثير الشكوك حول إمكانية انضمامه لصفوف ليفربول في الموسم المقبل،
ونقل الموقع تصريحا قصيرا لنجم المغرب ردا على سؤال من أحد المشجعين: هل ستنضم إلى ليفربول؟ يأتي رد سفيان مرابط مبتسما: ليفربول نادي جميل. وارتبط اسم مرابط بالانضمام لصفوف ليفربول في الموسم المقبل، خاصة في ظل رغبة يورجن كلوب في تدعيم خط وسط الفريق بلاعبين جدد. شاءت تصريحات يورجن كلوب النارية بعد مباراة ليفربول وليون اليوم: منح القدر النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزية فرصة جديدة لتنفيذ وعده لصديقه الكرواتي ديال لوفرين. وكان ديال لوفرين مدافع منتخب كرواتيا أكد في وقت سابق أن محمد صلاح سيتواجد في قطر خلال الفترة المقبلة لدعمه في بطولة كأس العالم. وقال لوفرين في تصريحات صحفية: محمد صلاح سيأتي إلى قطر وسيشجعني، من الجيد سمع ذلك، أنا حزين أنه لم يتأهل ولقد كان قريبا جدا من التأهل، ولكن كان ماني أفضل وواصل. محمد صلاح قال لي أنه سيأتي إلى قطر بعالم كرواتيا. وتربط علاقة صداقة جيدة بين محمد صلاح والدولي الكرواتي لوفرين عندما تزاملا في فريق ليفربول الإنجليزية، وتأهل منتخب كرواتيا لنصف نهائي كأس العالم بعد الفوز على البرازيل بركلة الترجيح 5 الجمعة عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بهدف لمثله. ويلتقي منتخب كرواتيا مع الأرجنتين الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم. حكيم زياش يعلق لأول مرة على تأهل المنتخب المغربي على النصف النهائي بفضل محمد صلاح. شارك النجم العالمي محمد صلاح جمهوره بصورة جديدة له نشرها عبر صفحة رسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام. وتألق صلاح بإطلالة صيفية ظهر فيها وهو يستمتع بمشروبه ومرتديا بنطالا باللون الأحمر وعار الجسد، وأنالت صورته تفاعلا كبيرا من متابعيه. ووصلت بعثة ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح إلى دبي في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء استعدادا للمشاركة في بطولة كأس سوبر دبي قبل استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز. وشهدت قائمة ليفربول تواجد محمد صلاح، بينما يغيب بعض نجوم الريدز بسبب مشاركته مع منتخبات بلادهم في كأس العالم قطر. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب عدم تهنئة محمد صلاح للمنتخب المغربي بتأهل نصف نهائي كأس العالم؟ لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.